أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم الشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا
فما لهم لا يؤمنون. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي الحضور الكرام، نبارك لكم وللأمة الإسلامية بذكرى ولادة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، ونشارككم ببعض الأبيات ونرجو من الله القبول. من هل الرضا، هل الرضا على الناس والكاظم فرح بيه وكظم غيظة، حتى الدنيا متوردة صحاريها، ربيع الحب نزل بيها وضحك غيظة، حتى الدنيا متوردة صحاريها، ربيع الحب نزل بيها وضحك غيظة. من هل الرضا شع البشر نوره، والراوي رواها البشرى من فيضة، حتى الأسد هام بليلة المولد ممنون قبل أسره ترويضة. نحب كل شي بصفاته وكل شي نعشق فيه، كل نحبه ما نقبل بتبعيضة. من باب الحوايج موسى بن جعفر، نقصد للرضا والجنة البيضة. يا شمس الشموس وضامن الجنات، سلام وبرد زارع بالقبر روضة. يا شمس الشموس وضامن الجنات، سلام وبرد زارع بالقبر روضة. يا سلطان وبمشهد إلك مشهد، شامخ مستحيل بيوم تقويضة. عرش الله عكس أنواره بعرشك، من ربك أخذ هيبته وتفويضة. أنيس نفوسنا وبالغمضة لك وحشة، تمر مية سنة لحظة التغميضة. العمر لحظة وحلم نقضي العمر وياه، إذا بغيرك يمر شلون تعويضة. يمن اسمك قصيدة، قل لي شكتب بيه، حيرت الشعر واحتار تقريضة. بس قلت الرضا وباسمك صدر ديوان، وبحر الشعر من نورك نبع فيضة. صلوا على النبي وآل النبي الأطهار، عسى باكر جميعا نورد الحوض. الله صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم
وسلم على محمد وآل محمد. ونختم بالقصيدة الثانية. لاح لنا في مشهد مشهد والخلق طرا للرضا تشهد، ما كان إنسيا ولكنه التين والزيتون والفرقد. ماذا ترى أسرد عن مولد لا سر من أسراره يسرد؟ قلبي سليمان سرى للرضا من بعد ما أخبره الهدهد، فسار بالجند إلى عرشه حتى أتى الوادي وحان الغد. لتدخلوا مسكنكم عاجلا النمل قد أوصاهم المرشد، وقالت النملة إن الورى جمعا لميلاد الرضا حشدوا، وقد غدا من قولها ضاحكا مبتسما لربه يحمد. وجند أشواقي لميلاده ساروا فقد حان هنا الموعد، قد حسبوا المهد به لجة لما رأوه إذ به المولد، فكشفوا عن حبه صدرهم صرحا له في قلبهم مرد. والنجم في ميلاده قد هوى حمدا بميلاد الرضا يسجد، من يزرع الحب بأرض الرضا حتما وقطعا للرضا يحصد. برداً سلاماً حل ميلاده ونار شوق كان لا تخمد، فليت شعري يا إلهي ترى المهد هذا أم هو المرقد؟ ما زال يعطي الناس حاجاتهم وما له قصر هنا أو يد، ورغم أن في الدهر يبقى بنا حياً وقصراً شامخاً يقصد. قبر بصحن حوله روضة أسس فيها للتقى مسجد، ولم يزل مجلسه عامرا وبابه للناس لا يوصد. الناس من طين وماء هم وأصله الكوثر والعسجد، أم الرضا تكتم لا تكتم مولد من حار به الملحد. فيا له من مولد طاهر ند له في الخلق لا يوجد، إنا نعوذ بالحفيظ العلي من شر من يبغض أو يحسد. اليوم بشرى أعلنتها السماء من سيد قد جاءنا سيد، وإنني أحمد رب الورى فقد زها بآله أحمد. لا عجبا فالخلق في كنهه تحار وهو الواحد المفرد، فلست أدري مشهد أقبلت أم أنها الروح لها تصعد، وهل غدا مهد الرضا مشهدا أم شيدت في مهده مشهد أم شيدت في مهده مشهد. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا عليه وسلموا تسليما. أدم الصلاة على النبي محمد، أدم الصلاة فقبولها حتى
من بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. اللهم صل. لطورك الشمس أهوت وانحنى القمر، وباسمك الحور غنت وسموك الوتر. يا كاشف الكرب عن زوار مرقده، سلامنا المبتدئ إذا جودك الخبر. يا عالم الآل فاضرب بالعصا لججا من المعارف حتى يقرأ السطر. هنا الرضا نفخت في الصور مدحته، ما عاق أصداءها باغ ولا أشر. يا ضامن الخلد تهفو نحوه مهجا، تروم رؤياك لا حور ولا حور. هذه محافلنا بالسعد قد ملئت، مد تشرق الشمس تسمو نحوها الزهر. الله محمد و اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وزد وبارك على النبي محمد صلى الله عليه. اللهم صل على شمس الشموس وأنيس النفوس المدفون في أرض طوس، منار الهدى وبعيد المدى، معين الضعفاء وملاذ الفقراء، وغريب الغرباء وحبل السماء، الإمام الثامن ذي النهج الضامن، والفكر الصائن الحاكم والسلطان، الساكن في خراسان، وحجة الرحمن لكافة الإنس والجان، أبي الحسن علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء، الملقب بالصابر والرضي والوفي والفاضل والرضا، وروي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد، أنه قال ستدفن بضعة مني بخراسان، ما زارها مكروب إلا نفس الله كرباه، ولا مذنب إلا غفر الله له ذنوبه. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى اللهم صل على محمد وآل محمد. ولد الإمام الرضا عليه السلام لأحد عشرة ليلة خلت من شهر ذي القعدة يوم الجمعة بعد وفاة الإمام الصادق عليه السلام بخمس سنين، وأمه اسمها تكتم، وقيل نجمه، وهي من أفاضل النساء في عقلها ودينها. وقد سماها الإمام الكاظم عليه السلام الطاهرة. يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن هشام بن أحمد سالا يا الإمام الكاظم عليه السلام: هل علمت أحدا من المغرب قد قدم؟ قلت لا. قال بلى، قد عدم رجل فانطلق بنا نركب إليه. وركبت معه حتى انتهينا إلى الرجل، فإذا رجل من أهل المغرب معه رقيق، فقال عليه السلام: أعرض علينا. فعرض علينا 9 جواري. كل ذلك يقول الإمام الكاظم عليه السلام: لا حاجة لي فيها. ثم قال له: أعرض علينا. قال: ما عندي شيء. قال عليه السلام: بلى أعرض علينا. قال: لا والله، ما عندي إلا جارية مريضة. فقال عليه السلام: ما عليك أن تعرضها علي. فأبى عليه ثم انصرف. يقول هشام بن أحمد: ثم أرسلني الإمام الكاظم عليه السلام من الغد، فقال لي: قل له كم غايتك فيها، واشتريتها منه بالقدر الذي يريده. ثم قال لي: من الرجل الذي كان معك بالأمس؟ قلت: رجلا من بني هاشم. فقال: من أي بني هاشم؟ فقلت: ما عندي أكثر من هذا. فقال: أخبرك عن هذه الوصيفة، أني اشتريتها من أقصى بلاد المغرب، فلقيتني امرأة من أهل الكتاب، فقالت: ما هذه الوصيفة عندك؟ قلت: اشتريتها لنفسي. قالت: ما ينبغي أن تكون هذه عندك، ينبغي أن تكون عند خير أهل الأرض. يا مستمعين النظام، صلوا على البدر التمام محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فتزوجها الإمام الكاظم عليه السلام، وقال: والله ما اشتريت هذه الأمة إلا بأمر الله ووحيه، ولم تلبث معه إلا قليلا حتى حملت بالإمام الرضا عليه السلام. أيا ذكرى بسعدك فأسعدينا، أزيل الهم عنا وأفرحينا، لمولد من إليه الروح هامت، ترفرف حوله حينا فحينا، كأني بالرسول ومرتضاه مع ابنته البتول مهللينا. جميع الأنبياء أتوا حشودا بباقات الزهور مهنئينا. علي يا ابن موسى يا إمامي، شفيع ذنوب كل المذنبين. الله اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وزد وبارك على النبي محمد صلى الله. وتقول نجمة: لما حملت بابني علي عليه السلام لم أشعر بثقل الحمل، وكنت أسمع في منامي تسبيحا وتهليلا وتمجيدا من بطني فيفزعني ذلك ويهونني، فإذا انتبهت لم أسمع شيئا. وعند ساعة الولادة امتلأ البيت بروائح الطيب، وسطعت الأنوار في أنحاء الدار،
وبينما هي كذلك إذ وضعت الإمام الرضا عليه السلام أفضل الصلاة والسلام عليك محمد وآله علي بن أبي طالب الحسن والحسين أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان تقول أم الإمام الرضا عليه السلام لما وضعته وقع على الأرض واضعا يداه على الأرض رافعا رأسه إلى السماء يحرك شفتيه كأنه يتكلم فدخل أبوه الإمام الكاظم عليه السلام فقال لي هنيئا لك يا نجمة كرامة من ربك فناولته إياه في خرقة بيضاء فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ودعا بماء الفرات فحنكه ثم رده إلي وقال خذيه فإنه بقية الله في أرضه وسمى الإمام الكاظم عليه السلام وليده المبارك باسم جده الإمام أمير المؤمنين عليا عليه السلام تبركا وتيمنا بهذا الاسم الذي يرمز لأعظم شخصيا خلقت في دنيا الإسلام والتي تحلت بجميع فضائل الدنيا أرتل المدح بلحن منجلي في ثامن الأطهار والمولى علي قد اصطفاه الله من بين الورى وخصه الباري بلطف أمثلي وسمي الرضا لأنه رضي بما قضى عليه في المستقبل في زهده وعلمه وفضله خير مثال للنبي المرسل الله محمد و الله أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء الحسن والحسين زين العابدين أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان صاحب العصر والزمان اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات
واكشف هذا الوباء عنا وأرجعنا في كل عام في حال أفضل من هذا الحال بفضل وبركات الصلاة على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. باسمي وباسم إدارة جمعية سترة واديان الحسينية نشكر جميع المشاركين على ما قدموه لنا ونتمنى لهم مزيدا من التوفيق والخير والصلاح، إنه سميع مجيب الدعوات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.